قوينا، نعمل صوبة زراعية، نصنع البيئة التي ننتج فيها ذلك تلك الخضروات وتلك النبتة، وعندها يكون السعر النصف أقل وموجودة وبدون مخاطر. أين بيئتكم الإيمانية؟ المساجد، المشايخ، طلبة العلم، الجلوس، تركوا الجدل، تركوا الحزازات، تركوا الغل والحقد، التسامح، تركوا الانتصار لحظ النفس، أن أقبل برأي أخي وبه ولو خالفني ولا يمتلئ قلبي عليه قيحا وغيظا. فالله عز وجل خلقنا متباينين في الأفهام والعقول والنظر في المسائل والعلم بل والفهم. أتكلم مع الشيخ سعد في مسألة كنت تحدثت فيها مع كبار مشايخنا الشيخ عثيمين رحمة الله عليه وغيره من كبار المشايخ، قضية الفهم. قد أقرأ آية في كتاب الله أو حديثا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأفهمه هكذا بدون هذا، مش محتاج أحد يقول لي انظر هذا يحكم بهواه، عنده هوى للنفس، لا، يخالف ما أعتقد ويخالف ما أفهمه، لأن بيئة هذا الرجل أثرت في فهمه من غير هوى، جعلته يفهم هذه المسألة هكذا بهذه الطريقة. عرضها على ما عنده من أدلة. طبيعة التربية والنشأة والبيئة تؤثر في فهمك للنص، ولذلك عندنا أمثلة على هذا من المثل الأربعة. الإمام الشافعي كان نصفه في العراق وكيف أصبح في مصر؟ كيف؟ البيئة التي نشأ فيها تغيرت في مصر فتغير فهمه للنصوص، تغير استنباطه. أنا يعني هذا عبارة عن يعني عرشت على شيء ليس من المسألة، ولكن من باب فقط أننا نحتاج إلى المحبة، المحبة يا شيخ، نحتاج إلى المحبة، نحتاج إلى المودة، نحتاج إلى الإخاء، نحتاج إلى الاجتماع على كلمة الحق، نحتاج إلى الدروس، نحتاج إلى الالتفاف على مشايخنا، نحتاج إلى التزاور في الله عز وجل، كل هذه بيئات إيمانية تنمي الإيمان ليزداد إيمانا مع إيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يزيد في إيماننا جميعا، وأن يرزقنا المحبة في الله عز وجل، وأن يظللنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ويوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا واجعل مرضنا البعيد مرضا منصوبا، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. توجه الشكر الجزيل للأستاذ وشيخ الفاضل الشيخ شريف على يعني كرمه وتواضعه، وان سمح لنا ان اعتلينا منبره، وهذا حق تعدينا عليه ارجو بالسماح، واعض عليه بالنواجذ فمثله قليل، عض عليه بالنواجذ. انا اقول هذا ليس والله من باب المدح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروا في عينه التراب، او قد قطعت عنق اخيك، فان هذا في المدح الذي ليس بحق. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه كعب بن زبير في المسجد ب61 بيت من الشعر ما السعاد فقلب اليوم مدبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها وجلس واستمع اليها واعجبته واعطاه بردته صلى الله عليه وسلم، فما زالوا يتوارثونها ثم يبيعونها على حكامهم الى ان اختفت او عرقت. لذلك هذا المدح كان في صاحبه فلا حرج، تشجيعا له على ان يقوم بدوره، لانه من منة الله عز وجل على الناس ان يرسل فيهم من يدعو الى توحيده وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح لهذا الدين بدون غلو ولا تطرف. فعضوا عليه بالنواجذ وعلى طلبه العلم الذين هم عندكم في هذه البلاد، الشيخ ابراهيم والشيخ رضوان، وتناصحوا في الله عز وجل. قد يخالفوننا في الراي في اشياء نخالفهم، ليس هذا عيبا وليس هذا خروجا عن المنهج. كل ما يختلف واحد معنا في مسألة المسحة الجوربين ومسافة القصر وكذا يخرج، يعني كان عندنا المنهج لا باب، ها، والباب يوسع جمل ولا فيه ولا، ها، وكل ما حد يخالفنا بشيء ندخله من هذا الباب.
يلا نخرجه قصد من هذا الباب. لا، حدين أعظم وأوسع من ذلك. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير على صدقكم علي، تحملتموني. جزاك الله خير. علي بارك الله فيك. أسأل الله أن يسر أمركم وأن يرضيكم بفضل عظيم وأن يفتح عليكم الأبواب بخير وأن يغلق عليكم.